ذوي الحقوق للتفضل لإلقاء كلمته بالمناسبة والإعلان عن افتتاح أشغال هذه الندوة. في الطريق التي ظهرت في أوروبا منذ القرن التاسع عشر، كيف يمكن أن نبني حاليًا؟ وهذه تعطيك الصورة المروعة عن هذا الاستعمار اللي طبعًا في هذه نقف اليوم مع هذا الجمع الكريم في هذه الندوة التاريخية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة، لنستحضر ذكريات أليمة عن الحقبة الاستثمارية التي تعرض خلالها الشعب الجزائري لشتى أنواع الجرائم، من قتل وتنكيل بمختلف الأسلحة من بينها الألغام والمتفجرات وانتهاك حرمة الإنسان ومصادرة حقوقه الأساسية ومحاولات طمس هويته ومقوماته الحضارية وتدنيس مقدساته.